واحد التحية وواحد السلام عليكم مشاهدي قناة السائقة المحترفة حكيمة. كيف ما عهدتوا عليا، يعني كل مرة كنعطيكم معلومة، والمعلومة ديال هاد المرة بالنسبة للناس اللي عندهم الإيفيكو، كاين شي بوطونات ما عارفينهمش لاياش كيصلح. كاين شحال من واحد طالع الكاميو وما عارفش، كاين اللي كيبغي يرد الكيلومتراج للزيرو ملي كيدير المازوط، وكاين اللي كيبغي سولني واحد الشيفور حدايا سولني عندنا الجوج. سمحوني نكمل لكم، ندير مثلا درتي المازوط بغيتي ترد الكيلومتراج للزيرو، كيف كنعرفوا الكيلومتراج كيكون في التاكيغراف، الكيلومتراج ديبار ديالو يعني من نهار بدا الكاميو تحرك دار، وشوفوا نفس الكيلومتراج ها هو كاين هنايا مع بلاتي نجي من التحت، شفتوه؟ وهذاك الكيلومتراج كاين من وراه الكيلومتراج اللي بديت به المازوط، انا بحال المازوط دابا مثلا ضربه ب 290 كيلومتر، ملي درتو بديتو 290 حيت رديتو الزيرو، كاين اللي ما كيعرفش كيفاش يرد الزيرو، انا غنوريكم. كاينين عاوتاني في الطابلو كيف كنعرفو كلشي، اغلبيه كيكون حاط قدامو الزيت وحاط قدامو البرد، اغلبيه ديال الايفيكوات اللي كيكون غادي كيكون حاط قدامو هذا. المهم ما ديوش على هاد البيسي، حيت درت كلاكسون ايفيكو كيف كنعرفو كلاكسون ديالها صغير بزاف، درت هاد الكلاكسون هذا هاد ديال ابيس هادي كتشعل ليا، من كان وقع واحد المشكل كانوا هزوا ليا لاكابين على هاد الكابل ديال ابيس فلا ميزو وخلى المشكل هذا. المهم معنيناش، كاينين عندك هنا كاينه كيف كتشوفوا في الجنب اليمين كاينه هنا الساعه، وكتكون درجه الحراره شحال دابا كاينه 22 درجه الحراره. معنيناش هادشي غنوريه لكم، كاينين هاد البوطونات هادو ها هما غنوريكم كيفاش كيخدموا، هذا طبعا زائد وناقص وكتطلع وكتهبط، انا غنوريكم كيفاش كيخدموا حتى هما. يعني بالنسبه الا بغيتي نردوا الكيلومتراج بحال مثلا كونسوماسيون شحال كونسوميت في المئة، الا بغيتي تعرف الكونسوماسيون شحال كونسوميتي مثلا وكتردها من الزيرو، حيت شحال مره كتلقى راسك ضارب شي ديك 290 راه هي فين هي شتوها حيت رديت من الزيرو، يعني نفس هذا الكيلومتراج مضروب باش يعطيك الكونسوماسيون ديالك. بحال دابا انا غادي نعطيكم غادي نرد لكم سميتو هذا الباتري شحال فيه ديال الفولتاج، الا بان لك نقص عرف ان الباتري يا اما عندك شي مشكل في الالتيرناتور او الباتريات بداو كيموتوا. المهم حنا غنرجعوا دابا من الديبار. يا بسم الله، اول حاجه درت المازوط بغيت نرد الكيلومتراج للزيرو، كنجي لهاد البوطونه هادي، هذا ليكوي ديال السرعه، هذا ليكوي ديال السرعه، هذا ليكوي ديال المازوط، انا داير المازوط هو اللي ضاربه بيت هذا راه باقي تقريبا في البلان، هذا ليكوي ديال السخونيه. دابا انا واقفه السخونيه راها طايحه، نورمالمون السخونيه كتكون في 80 85 حتى 90 الا كانت شي طلعه وكانت الحراره حتى 90، من بعد غنهضروا حتى على السخونيه. الساعه هي هنا، هذا ليكوي ديال الرونفلاج، الرونفلاج كيف كتعرفوا الاخوان والاخوات ما يكونش طايح ل 10 وما يكونش طالع ل 15 في الطريق، الا كنتي غادي بغيتي الموتور منفس ديما يكون لك في 12 و 13 يكون هنا الوسط ديما، الا كنتي في الطلعه كتبدل كتقدر تخليه في 18 وتبدل، ماشي تقدر خاصك، الا كنتي غتبدل نتايا يعني مانيال رد الكاميو مانيال، اما الا كان اوتوماتيك راه كيبدل الراس هو كيوصل حتى هو كتخلي الرونفلاج يطلع حتى ل 18 عاد كتبدل، باش كتبدل يلاه كيجيك الرونفلاج هنايا، حيت الا بدلتي في 15 غيجيك الرونفلاج في 10 غيشل لك الكاميو، غتكون مضطر انك تقراطي مازال الفيتاسات. بالنسبه للحدوره الرونفلاج الروتاردور كيلعب على الرونفلاج، الا ان فوا كتجر الروتاردور الا كان اوتوماتيك كيرونفلي الكاميو، كيرونفلي خص غير الرونفلاج ما يفوتش لك 18 باش كيبقى الكاميو مقجوج، الا فات لك 18 ولا 20 زيد الفيتاسات مانيال، زيد مطلع هذه الفوق وزيد الفيتاسات ديما بحال في السكانيا، انا كنت كنزيد جوج فيتاسات ملي كيرونفلي اولا كنردها مانيال. واخا اول نقطه غنبداو بالمازوط غادي نزيدو غادي نزيدو، اول حاجه غادي نبرك على هاد البوطونه هادي اللي الوسط اللي فيها كساب، شوفوا لهيه عطاتني المازوط والكيلومتراج، انا غادي نردو للزيرو، انا غادي نردو للزيرو، غادي نجي غنبرك على اوكي. اوكي شنو عطاتني؟ شتوها عطاتني الغيفي ولي دوني ولوغولوغ والدياغنوستيك وداكشي، انا غادي نهبط لي دوني، مين غنهبط لي دوني؟ غنهبط من الاسهم هادو، غنبرك على هاد السهم، شوفوا تما ملي غنبرك على السهم شنو غادي نبرك؟ غادي نبرك على اوكي،
شتو اوكي اشنو عطاتنا ملي نبرك على اوكي؟ عطاتني هذاك، عطاتني الديستانس توتال شحال ديال الكيلومتراج مضروب، عطاتني لا فيتاس مويان. غادي نبرك على هاد الكتاب هاد الوسطاني، شوف اشنو غيطلع تما، شوف اشنو غيطلع تحت من هاديك. شتي اشنو طلعت؟ اون زيرو اون. اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نبرك على هاد زائد، ملي بركت على زائد شنو عطاتني؟ سي سيكسيوني اوكي بور كونفيرمي بور انيلي، باش ردو الزيرو. غنبرك على الاوكي، دابا غنبرك على اوكي، راه رجعت ليا للزيرو. شتوها؟ رجع كلشي للزيرو. غادي نرجع من تما، كنرجع بهاد الفلاش هاد التحتاني. صافي كنبقى نبرك على الكتاب، ها هو كنبرك عليه، ها هو بركت هنا، عطاني هادي، بركت تما، عطاني تما كاينات الحراره ديال الموتور، عطاتني الادبلو. ادبلو انا انيلي، راه انيلي نسيت ما وريتكمش الادبلو، ها هو راه هو هذا، ها هو هاد الكاس ديالو هو هذا. الا كان الادبلو بحال دابا راه انيلي، ملي انيلا كان عامره تقريبا، كان ناقص منها غير شويه، بقات هكا واخا خويت هذاك سميتو ديالها الريزرفوار ديالها، بقات عطياني هذا. صافي بروغرامات على هادي، هاد السومي هادي اللي مرتم فيها هادي اللي دمرت هنا، كطلع ليا الان وكطلع الار، وهذا المهم ديما كترسم هذا. الا شعل لك هنا البينيوات بالاحمر، عرفك عندك شي مشكل، شي مشكل يا اما في البواطا يا اما شوف اشنو. المهم كنبقى نرجع فين بغيت انا، انا صافي انا كنخلي الطابلو ديالي هنايا. الكيلو سميتو بلاتي، خصني ما نديرش التليفون. كاينه واحد البوطونه هنا شتوها، هايا هي اللي بركت عليها، عطاتني 900 و... غادي نجي دابا من الفوق، عطاتني الكيلومتراج اللي ضاربه 290. ما واضحش الصوره، المهم ما بغاش توضح لي الصوره، ما عرفتش علاش. نقرب التليفون، هادي كتبرك عليها مزيانه هي. شو انا ملي غنرد الكيلومتراج شتو دابا كي قلت لكم عذبني شويه مع الفولو دايره، ها هي 290. انا غنبرك مزيان، غنبقى باركه، راه كتسني كتسني حتى عطاتني الزيرو، ها هي عطاتني الزيرو. الا دابا رجعنا راه زيرو، شتوها زيرو. ونبرك عليها عاود كترد ليا الكيلومتراج الكبير. غادي نمشيو عاوتاني لهادي، غادي نمشيو عاوتاني لهادي ديال الساعه. الا بركت كتعطيني درجه الحراره، شنو كندير دابا؟ الطابلو كان الا بركت على هاديك مزيان، وضحي الصوره عافاك، وضحي ندير بوز ونمسح الكاميرا. المهم ما بغاتش توضح لي الصوره، دخلت التليفون منها. هذيك البوطونه هي اللي حدا هذا، غنبرك عليها حتى هي مزيان، كتعطيني ليكليراج. هاهي نقصات ليا دابا ليكليراج، شتو؟ بغيت نزيد فيه كنزيد، كنعاود نبرك على هذيك. الواليده سمحي لي ركسونيتي وما جاوبتكش ابي الفيديو، غتشوفي هذا الفيديو غتفهميني. انا نقصت دابا الضو باش ما يضرنيش في عينيا، انا نقصتو. الا لاحظتو شوفوا الصوره منها كتبان ناقص، المهم واضحه الصوره مزيان. المهم هادو هما النقاط اللي مهمين. هاد الايفيكو عندي انا خاويه، ما عمرش بزاف كاينه فيها الكليما. الا ما وضحت الصوره ما غنقدرش نكمل، ما عرفتش انا التليفون ما فهمتوش. نشعلو بعدا الضو. هادي حداها الكاردا، ديما كنأكد لكم على الكاردا، شحال من شي فور كيطلع اللبان كيبقى يقلب على الكاردا كيلقى الكرابوطاج. شوفوا الكاردا كيفاش دايره، شوفوها هايا بحال لي سيوات هادو، وسط منهم هاد البو هذا هنايا. شتو هاد 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 هادي خاويه؟ شوفوا شوفوا الكرابوطاج كي داير، فيه بوريير، شتو بوريير ما فيه حتى نقطه الوسط، هذا هو الكرابوطاج. الكرابوطاج كيف ما كنعرفوا راه كيخدم الاخوان الاخوات، كيخدم تتكون كتكون مبوربي كدير الكرابوطاج، كيخدم راه كيشرك لك الروايد. خاصك تعرف بانك خاصك تقلع بالكرابوطاج، كتقلع كتخرج من داك من داك الوغله اللي واغل فيها، كتخرج الكاميو، راه كيعاونك بزاف بزاف. وبالتجريب ملي كتخرج من ديك ديك الوحله اللي راك واحل او ديك الحصله اللي راك حاصل، شنو كدير؟
كتحيد الكرافتاج كتردو للزيرو من بعد ما كتكون درتي كتردو للزيرو. سمعتي التك سمعتي الصوت ديالو؟ ها هو غيترسم في الطابلو، انا غادي نديرو غيترسم في الطابلو. نجيبو التليفون عاوتاني من هنا، شتو فين هو ترسم؟ صافي كنحيدو. ولك الا نسيتي وبديتي غادي في الطريق راك غتشوفو طلع لك في الطابلو، اين فوا تشوفو طلع في الطابلو حيدو. كلاكسون ديال الايفيكو كيف كنعرفوه كاين هنا، كاين هنا هنا بلاصه الارباك. كلاكسونات ديال الكاميونات الاخرين اغلبيه كيكون هنا، بحال المرسيدس كاين عندهم هنايا، وكاين المرسيدس الاخرى كان عندها هنايا. المهم كيكون هنا المان عندها هنا. المهم ضروري كتعرفوا كاتسينيال معروفه في الطوموبيلات في كل شيء في نفس البلان كاتسينيال. بالنسبه للكليما ها انتم كتشوفوا هنا، انا دابا مديرها في الزرق اللي هو البارد، درتها هنا يعني في الصيف في البرد. ملي كنخدم الكليما سميتو ها هما دوك الشبكات ديالها، هما دابا مسدودين، النقطة لتحت مسدودة، مسدودين، النقطة المفتوحة الفوق ها هي المحلولين. ملي كنخدم الكليمة ديالي دابا مثلا، أنا بغيت نخدم الكليمة كنديرها مثلا في الواحد، كنبرك على هاد النجمة، ديما كنقلبو على هاد النجمة، هادي هي الكليمة، ها هي تتشعل، ها هي شعلات شتوها، هدا بحال كلابية سادة لينا داك السخونية د الموتور مطلعش. أنا دايرها عند الرجلين، كطور هدا فين بغيتي ديرها بار بريزو رجلين، بغيتي ديرها في هدا. المهم ضروري كتشرح لبنادم. ها سمعت كنطلق دابا البرد بالغربي، ندير لكم شي مثلا، ندير مثلا شي كليلات شتو. انا ماشي كنقول لكم عندي كليما ولا عندي ولا، غير كنوريو يعني كاينين اللي كيطلع الكاميو ما كيعرفش يخدم كليما بصريح العباره. فرانا مان راه معروف، ايفيكو معروف اصلا عندها الفرانا مان هنايا. الفيتاسات ها هما كيف قلت لكم راه ديجا شرحتها، ان بامور دي ديماري انافا، و الى عاودتي بركتي عليها مره اخرى كتردو مانيال، حيت كتكون مكتوبه هنا، كتكون مكتوبه اوتو او الاسومي. سمحوا لي على التليفون ما عندي ما ندير، الغالب الله قلت لكم الكارد هنا يعني خاويه. هذا الفانتوز ما كتحتاجهاش، انا غنشرح لكم الفانتوز. ها هي هاد الفانتوز عاوتاني كاينه، ها لاباري ديال الفانتوز شوها، لاباري ديال الفانتوز. بالنسبه اللي عنده كاميو فانتوز، الفانتوز باش كتعرفوا عندك هاد لاباري هادي، وعندك ليزالات راهم ليزالات ديال التراكتور. انا ما نقدرش نشرح بلاتي، نشوف التليفون اش بغا يدير معايا، ترجل معايا انا، ها هو ترجل معايا راهم شتو ليزالات الروايد، راه دابا راه الريزيرفوار من لي دوك السميطات. انا غنعاد بصبعي، راه شتي هاد السميطه هادي، هادوك هما ليزالات كيطلع يا اما الا بقيتي تحك مع الرويد، الا كان هابط الفانتوز كيبقى يتحك مع الرويد. مثلا دابا انا بغيت نخرج شي تحت شي تريمي، والباش غيقيس ليا فيها، حيت بحكم انا التراكتور لبان عالي على التراكتور، الباش غيقيس ليا في التريمي. كنهبط الفانتوز الا كان خاصني واحد الفرق صغير، كنهبط الفانتوز. مين كنهبط الفانتوز؟ اول حاجه خاص البرد يكون طالع عندك، انا البرد ما طالعش، انا غادي نديماري ماشي مشكل. لاباري ديال الفانتوز تحت، الا بغينا نكسيريو، الا بغيت نكسيري الكاميو هو واقف، كنبرك على هادي ديال فيكساسيون، هادي هي اللي كتفيكسي السرعه، هي كتفيكسي السرعه من هنا وكتفيكسيها من هنا عاوتاني. الا كنتي غادي في الطريق كتبرك على هادي الفوق كتفيكسا، وهادي منها كتزيد السرعه او كتنقصها. وهادي دابا انا نزيد منها دابا كسيراتو، راه سمعتي صوت هذا؟ انا غنلغيها، انا اللي غنبرك على هاد البوطون عاوتاني. ها هي ها هو تحيد، شتي راه البرطال عندي تما كاينه 10. واخا انا غادي نخدم دابا الفانتوز، هاي لاباري عندي، كاين الفانتوز بحال السكانيا، المهم الدواو هادو راه ديجا هضرنا عليهم. بحال السكانيا عندها واحد البوطونه ديال الفانتوز بحال هادي، كتردو لك عادي، كتبرك عليها كترد لك، كتبقى تبرك عليها تبرك، كتنقص ولا كتزيد، ولا كتبرك الفوق كتزيد، كتبرك لتحت كتنقص، ما باش كتحكم فيها. كيف قلت لكم على لاباري دابا انا راني شاده الصف الشارج، اي باش تعرفوا كنت كنعمر شي وراق ملي جابتها المناسبه، كنت كنعمر شي وراق ملي جابتها المناسبه. صافي قلت اللهم نشرح. ها هي دابا لاباري الفانتوز هي طافيه، شوفوا فيها مزيان حيتاش عندها داك سميتو. المهم هي طافيه، انا غادي نبرك على هذه الوسطانيه، راها شعلات شفتوها شعلات. الا بغيت نطلع الفانتوز، الا بغيت نطلع، الا بغيت نطلع الفانتوز كنبرك على هذا السهم كيطلعوا. ربما بغيت نطلع الفانتوز الفوق لسبب ما، او ربما هبط ليا الفانتوز وبغيت نطلعو، بس ملي كيهبط الفانتوز كيترسم في الطابلو، كيطلع في الطابلو اللي هي في القنت هذا اللي هكا اللي حدا فوق من السرعات.
بغيت نهبطو كنبرك على هادي، بغيت نستوبيك نحبسها كنوقف نبرك على هادي، بغيت نردو نورمال كنبرك على هادي صافي وكنخليه يرجع نورمال. دابا هو الفانتوس، دابا عندي انا غادي نطلع الفانتوس. شوف شوفوا لابان كي غيدير، شوفوا هنا جات الفانتوس، شوفوا مزيان راه كيتهز، شفتوه راه كيتهز كيتهز، شفتوه راه تهز. ربما غنضرب الريزيرفوار، وقعت لي شحال من مره بغيت ندخل شي دخله الا درت غنضرب الريزيرفوار. شفتوا ملي طلعت الفانتوس ولا الفرق كبير، انا غادي ننقز وغادي نوريكم الفرق اللي ولا. شوفوا الفانتوس فين طلع، بانه ماشي نورمال، راه ها هو باش يبقى نورمال انا غادي ننقز. شوف الفرق اللي ولا، شوف الفرق اللي ولا بين البنوات، شتي شحال ولا مهزوز، حتى الريزيرفوار تهزات من الارض. ولكن ديروا بحساب بان الباراشوت القدام، ديروا بحساب بان الباراشوت القدام كيولي طايح طايح الارض. انا دابا غادي نرد الفانتوز، الا بغيت نهبطو الا بغيت نهبطو كندرك على السهم، راه كيهبط. بغيت نردو نورمال كندرك على هادي، هاهي هاهي ندرك عليها هو غيرجع نورمال. ها هو غادي يبقى في الطابلة حتى يرجع نورمال. دابا راه باقي كياخد البرد اللي غيرد الفانتوز نورمال. ها هو دابا طفى، كنبغي نطفيها عاوتاني كنبرك على هادي كنردها لبلاصتها. عندها واحد الفران ديالها، كناخد هادو باش ما يكالو الباب، ما يخليش داك الباب يتسد، نجمعهم كنحطهم هنايا. حنا مكرفسين، هانتوما كتشوفو فين خدامين، الغبرة والتكرفيس والغبرة بواحد الدرجة كبيرة. شوفو لهيه كيدوز من حدا الكاميو كينوض عليك الغبرة، كنمسحوتها كنعياوها ثاني كروا، راه جافيل راه القرائي لهيه البواز لهيه عاود عرام، ما عندنا ما نديرو. واخا دابا غادي نسكتو. الكونتاكت ديالها من طبيعة الحال حيت كاين المول في الكونتاكت كيلقاه قريب، الكونتاكت ديال الايفيكو شويه بعيده، هو جا بعيد شويه هنايا ها. وكيف كنعرفوا الكونتاكت ديال الايفيكو هو اللي كنكره فيها، فيه سميتو هاد الكوموند هذا راه ديجا شرحته لكم، ديال 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 سميتو ديال الروتار دور. ها النقشه الاولى كيكون فيها فران موتور، الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه، ست النقشات ما كنجروهمش ضربه واحده نديرو، كتخرج على روتار دور كتخرج على راسك كبسبابو كيجلسيو عباد الله. كنجرو في اللون النقشه الاولى خصوصا اللي كانت الشتا والكليساج، كنجرو النقشه الثانيه كنجروهم شويه بشويه على حساب الحدوره اللي عندنا، ومره مره كننفسو الروتار دور ما كننفسوش عاود ضربه واحده، نفسو بشويه بشويه طك 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 بشويه. هنا كاين سويكلاس، الا دورتي هكا كيخدم سويكلاس عادي، انا ما ندوروش كونتاكت دابا. المهم الا دورتي راه سويكلاس ها هو فيه ثلاثه ديال النقشات على حساب تكون الشتا، وإلا بركتي مزيان على هاد البوطونة هادي كيخدم السويكلاص بالماء. السينيالات من طبيعة الحال ليمن ليسر، والضو إلا بغيتي تضرب شي واحد بالضو، أنا ندور كونتاس إلا بغيتي تضرب شي واحد بالضو. شتو راه كلشي طالع ليكم في الطابلو، إلا كان شي واحد فيها شي ديفو كتبقى تما شاعلة. هاديك راها غادا تطفى راسها ديال هداك الموتور اللي مرسوم تما، كضرب شي واحد بالضو شتو ها بحال دابا صافي. ما كاينش شي حاجه اللي هي كثيره، ما كاينش شي حاجه اللي هي كثيره، كنحاول ما ننسى حتى شي حاجه. ديجا شرحت لكم المانيطات لابان هذاك بوحدهم وهذا بوحدهم. عندنا احنا بالنسبه ليا هاد الايفيكو هذه خاويه ما فيهاش بزاف، الا لاحظتوا غتشوفوا محسن معاشو ولا كتشوفوا الفيديوهات ديالو في القناه ديالو في اليوتيوب او في فيسبوك، كتشوفوا عنده بلاصه ديال اللي من كيتهزوا الزاج وحدها واحد البوطونات، وحده كبيره وجوج صغيورين، هذيك الوحده كبيره ودوك جوج صغيورين كيتحكموا في الزاجه في المرايه، كيتحكموا في المرايه الزجاجه ديالها، كدورها هي او دورها لهنا، وكتحكموا في السخونيه ملي كتكون الشتا والضبابه والروينه كتسخن المرايه. هادشي كامل ما كاينش في هاد الايفيكوات هادو اللي دخلوا مؤخرا، المغرب كامل زال منهم. وبالنسبه للكليمه راه عاوتاني عندها هادي، ها هي كتحكم فيها، كتبغي الا بغيتي تسدل ما تضربش لك الكليمه، وكتطلع الفوق او كتهبطها لتحت. هادي كذلك بغيتي تطلع الفوق باش يضرب البرد الفوق، بغيتي تهبط لتحت باش يضرب البرد تحت، بغيتي تدفع ليه ها هي كدفع ليه، بغيتي تجرى لعندك تضرب عندك البرد ها كذلك. والمثال صافي ما كاينش شي حاجه. انا بالنسبه لي انا مخربقه غير مع المهم ضروري حنا العيالات مكياج ديالنا ومسائل ديالنا هما بلاصتهم بوحدها، لا ما نهضروا عليها ايوا صافي. والشارجورات راه عندكم بلاصه الشارجور، راه كاينه هنا 12 فولت وكاينه هنا هو دايره في هذه الثلاجه 24 فولت، وكاينه في الكوشيط اللي هي في الكوشيط كاينه البوله، راه هي البوله ديال سميتو اللي كتشعل منها الكوشيط، وكاين حدا الراس ديالها انا غنوريكم حيت كاينين شي وحدين كيطلعوا الايفيكو ما كيعرفوش الضو ديالها ديال الكوشيط.
ماشي مشكل، حنا ما عندناش اشكال. ها هي البوله ديال هذيك، هذيك كتطوى كتلصق هنا، ها كان بالكلور ديالها، اللور ديالها، ها اللور ورا البوطون، ها هي ديك كتطوى على حساب اللي بغيتو. انا غنهبط لكم لتحت، ها هي راه مكتوبه فيها 12 فولت مكتوب فيهم. ربما تكون عندكم شي حاجه اللي ما كتحكمش، هذه هي هذيك مغلفه بها هذه باش ما تدير. صافي نحيدوها ماشي مشكل. هذه غنطفيوها من سميتو اللور ديالها، كتشد هذه كتلمسها هكا بصبيعاتك كتلقى اللور ديالها البوطون كتبرك عليها. كتعرفوا لي ايفيكو، ايفيكو كوشيت ديالها مقسومه على جوج مثلا، قبل ما تشوفوا هادشي لينا، ها هي مقسومه على ثلاثه يا ربي. كتعلق كتحكم فيها على هاد الصندوقه هادي. المهم راه ما عنديش الضو دابا مزيان. الصندوقه هادي مثلا كدير فيها المعان والبوطه، الصندوقه الوسطانيه كذلك كدير فيها شي حاجه. كاين عندها واحد الصندوقه كانت هنا حيدتها ليها باش حطيت الثلاجه، واحد الصندوقه كتحط فيها القراعي، يعني كيف كنقولوا ما مفيداش بزاف. صافي الثلاجه خليتها بهذه ديالها باش ما تبقاش تحرك بحكم انها فيها الغاز، وهذه الفرفاره اللي جابت لي السعوديه. ايوا هذا مكان، ايوا هاد الصندوقه هذه راني دايره فيها الملفات ديالي ومسائل ديالي والوراق وهادشي كامل الدياسك. غدا ان شاء الله غادي نهضر لكم على هذا، هاد الكاشي هذا اللي ضروري خصو يكون عندكم. هاد الصندوقه راه كنقادها كنحطها كنلصقها. غادي يقولوا لي مدرقع لك الطريق، انا عندي الايفيكو كيف كنعرفوا الايفيكو قصيره، زياده على ذلك كنخدم روتروفيزور بزاف. مرايه هذه واخا من الحديثه انا تضعرت، اه فري هذه مدرقع عليا ولكن ما لقيتش فين غنحطها. الغالب الله نتوما كتشوفوا الضيق، ما لقيتش فين نحط حتى شي حاجه. هما غير البوديزات وداك الشيء خصك ديرهم في لابان كيتكرفصوا في الصندوقات ديال اللابان. درتيهم في هذا الصندوق، في هذه اللي اللور كيديروا كي شدوا فين حطاه، راه دايره في ديك الطاسه راه وحطاه تما. الدواء اللي عندي كنشربوا ديما بحال الكالسيوم ودوك الفيتامين دي ودوك داكشي اللي خاصني في سميتو، يعني الا درتو في الكوشيط اللور كيسخن سميتو. صافي كاينين هاد المجوره الفوقانيين، يلاه دايره فيهم واحد لي زاكسيسوار والجيلي بقى قريب ليا باش بالزربه كنلبسهم كنوصل لوزين. داك الاخر تاهو دايره فيه واحد لي زاكسيسوار ديالي انا خاصين. هاد اللعيبه هادي ها هي كتبرك ليها على هاد البوطونه هادي وكتطلع. ها الا ما بركتيش على هاد البوطونه وخا ضل تجر، الا ما بركتيش على هاد البوطونه وخا ضل تجر، خاصك تبرك على هاد البوطونه الحمراء وكتجي وكتدفع وكتجر الفران ديالك. صافي باش كتسد. صافي الطاكيغاف ديجا حنا هضرنا عليه في المرسيدس كاميرا، كنت درت لكم على الطاكيغاف. كاين هاد الدراجات هادو كتحتاجوهم مره مره باش كدرقوا بهم شويه الشمس وصافي. المهم انا هضرت على الايفيكو دابا، والكاميونات تقريبا متشابهين، ماشي تقريبا نقولوا متشابهين، ما كاينش شي فرق كبير. وكاع داك الفرق اللي كاين راه كي داك الفرق اللي كاين راه سخفت والله حتى سخفت. نجمع بعدا دروينا هادي نرد داكشي بلاصتو ونظمهم. داك الفرق اللي كاين راه منبعتاهم ونشرحو لكم، واللي عنده شي تساؤل يحطو في فيديو في الفيسبوك او يحطو في كومونتير في سميتو. الكاسكو مخليها هنايا حدايا باش يبقى قريب ليا باش كندخل شي وزين كيجيني قريب. سباس سيكيريتي دايره في الصندوقه، ها هي الصندوقه هي هادي، هي هادي ها هي من كتحل. يا وعدي هاي هاي غنبرك هنا بركه وحده هي تحلات الصندوق، وهذيك الصندوقه هي اللي كتطلع عندي لسميتو، راه سباط سيكيريتي موجود على الباب ونبينا عليه السلام. ايوا كنتمنى هاد المجهودات ديالي ما تضيعش هباء منثورا ويستافدوا منها الاخوان. كاميونات تقريبا كي قلت لكم متشابهين، ما كاينش شي فرق اللي هو كبير، ولكن ملي كتعرف الواحد صافي راه كتعرف بزاف د الحوايج. بالنسبه للفولون كيفاش كتطوى، ها هي الفولون دابا مهزوزه، كاينه واحد البوطونه هي حدا رجليا شتوها، انا غادي نبرك عليها. ملي كنبرك كتخدم حتى هي بالبرد بطبيعه الحال. ملي كنبرك هاي ها الفولون هبطات لعندي، انا دابا باركه عليها كنطلعها لفوق. كل كاميو كيفاش عنده، المرسيدس عندها هنايا، مرسيدس ديك الجديده الاخرى عندها هنا بحال لومبرياج، حيت ما عندهاش فيها لومبرياج، عندها هنا بحال لومبرياج كتبرك عليه كتحكم في الفولون وكتطلع حتى للفوق الا بغيتي. بالنسبه للسكانيا عندها هنا، عندها هنا الجنب. بالنسبه للمان عندها واحد البوطونه هنا، هنا ما عقلت هنا ما عقلت. المهم كاينه هنا واحد البوطونه كتبرك عليها هنا، هنا
كتبرك عليها كتهبط الفولوم، ما حيت الفولوم علاش كتديرونجي كتخد ديرك مع ركابيك. هذا باش شنو كيفاش غندير انا؟ بحال شي مرات كنبغي نخليها هكا باش نبقى مرتاحه نتحرك. كيف كنعرف الكوسان ديال ايفيكوس صغيور صغيور يعني بالنسبه انا رقيقه ولاقيه معاه مشاكل في الحركه. بالنسبه لينا شي واحد يقول لي الصنداله ولا التكرفيس، السباط هو كاين في واحد الصندوقه، هي واحد الصندوقه حدا رجليا دايره فيها السباط ديالي، ولكن اغلبيه مع هاد الصهد كنمشيو ب كنمشيو بالصنداله. كيف كتشوفوا الغبرار كتهبط ليها دايره لها التقاشر باش ما تكرفصوش، ملي كتسالي كتمشي تخسر جيلاتك وكتقاد المسائل ديالك. ايوا دابا نقاد المسائل ديالي انا، بعدا هي الاولى. اوكي قلت لكم غادي نهضر لكم على الديسك على الكاشي، غادي نهضر لكم على الكاشي. الكاشي اللي خصو لازم يكون عند كل واحد، لازم يكون عند كل واحد، ماشي لازم يكون عنده غير باش يسهل عليك المأمورية. حيت في الديسك ديالنا نورمالمون ملي كتبغي تعمر الديسك كناخدو ديسك، كتجي كتبغي تعمرو اول حاجة خصك ديرها كتجي اللور ديال الديسك كتكتب هنا النمرة ديال بيرمي ديالك وتاريخ الصلاحية ديال بيرمي ديالك، كتكتب الساعة مع عاد عمرتي الديسك، كدور لهنا كتعمر. هادشي ديجا شرحتو لكم ولكن مافيها باس نعاودو نكرروه. الديسك راه كيتبدلو، كتجي اول حاجة بعدا كتشوف الكارت غريز ديال التاكيغراف ديالك اش من نوع، اش من نوع، واش كينزل ولا فيدر روت ولا هادشي كامل كيكون مكتوب حتى في الورقة ديال الديسك. انا بلاتي نوريكم، هاهو راها فيدو كينزل، راها فيدر روت هما اللي معروفين عندنا حنا بزاف، وكينزل كنخدمو بيهم. كتشوف الارقام ديالك الام ا، كتشوف الرقم ديالك واش كاين هنا، مثلا انا عندي 10 14 ها هو كاين. هاد الشيء راه ديجا هادرين عليه بزاف ديال الاساتذه ومنهم محسن معاشوق، بغيت نهضروا عليه ما عندي حتى شي مشكل، وضروري ان شاء الله غادي نهضر عليه. غادي نعمر لكم الديسك مانيال وغادي نشوفوا هادو لاش كيصلاحوا، هاد جوج وثلاثه واربعه، هاد جوج وثلاثه واربعه تما لاش كيصلاحوا. المهم حنا عنطيو ليهم فكره ولكن من بعد نشرحوه مزيان، يعني انك انت كسائق شاحنه هاد الديسك هذا نقدر نسوق بهاد الكاميون في ظرف 24 ساعه، نقدر نسوق ربعه الكاميونات بهاد الديسك واحد، نقدر ننزل من هاد الكاميون نمشي نسوق به واحد اخر، ولكن بشرط تماركي السوايع ديالك. راك شيفور راه السوايع كتحسبوا لك اللي في الديسك. كتجي هنا الفوق فين هو ستيلو، كتجي هنا الفوق كتكتب السميه والكنيه، كتبها بالفرنسيه ولا العربيه شغلك هذا. كتجي هنا السهم من قلعتي الديبار ديالك الدار البيضاء مثلا، كتجي كدير التاريخ، كدير مثلا شحال اليوم في الشهر 24، كدير 24 صفر 5 هل 2000 مكتوبه، كتجي كتكتب 22 حداها، كتخلي هذا خاوي. كتجي هنا مثلا كدير باء 7 كدير الماتريكيل مثلا باء 7 تخربيقه هنا، كتجي الكيلومتراج ما كتكتبوش في هذا السهم اللي خارج، كتكتبو في السهم اللي داخل، كتكتب كيلومتراج ديالك ديال اليوم باش غدا ان شاء الله ملي تكمل 24 ساعه كتكتب كيلومتراج الاخر، وكتجمع التوتال ديالهم وكدير ناقص هذا ناقص هذا كيعطيك التوتال هنايا. ولا غد لي ملي كتسالي عاوتاني كتجي لهاد السهم اللي داخل فين دخلتي، فين سديتي الديسك ديالك، هنا مدينه مثلا سديتو في تماره، هنا كتجي التاريخ اللي سديتي فيه الديسك هنايا كتكتبو صافي، كتجمع الديسك ديالك وكتخشيه في بلاصتو كتخليه باش تطلبوا لك المراقبه كدير باش تطلبوا لك المراقبه كتلقاه. المهم كاين لا نوقات كي قلت لكم هذا العالم هذا ديال التشيفوريت عالم بوحدو وعالم اللي بحر كيف كنقولوا، ونعيا نوريكم انا ومازال غافله على بزاف د الحوايج، وعيا ورونا الاساتذه ومازال هما براسهم غافلين على بزاف د الحوايج صافي. المهم حطوا لكم هذا الفيديو استفدوا منه، وعاوتاني غادي نهضروا على بزاف ديال النقط، غنهضروا ماشي بالضروره على السياقه، غنهضروا على نقاط مهمه في الحياه بحال مثلا لا سينيسيس، لابليكاسيون ديال لا سينيسيس ضروري كتكون عندك باش كتراقب النقاط ديالك والديكلاراسيون ديالك، وكتراقب الملفات ديالك المرضيه فوقاش دفعتي، واش ترجع واش تقبل، شحال رجعت لك فيه، شحال سميتو، شحال باش تيليشارجي عاود داكشي حيت دابا ولا كلشي كيدار من عندك من التليفون، باش تيليشارجي عاود سميتو ديالك لي فيش ديالك من ديال لا سينيسيس.
بزاف بزاف كاين ما يتقال كاين. لو كان كل واحد منا مثلا يدير قناه يحط فيها هذاك الشيء اللي بان ليه من المنطق ديالو هو، من المنطق، ماشي شي واحد يجيب يخرمز علينا بحال شي وحدين كيخرمزوا، غير كيخرمزوا اوكي يقول لك انا عندي قناه ولا عندي فيسبوك او لا عندي صفحه فيسبوك، غير كيخربق اخويا. داك التخربيق ديالك غير خلي عندك، ولا اختي خلي عندك داك التخربيق ديالك. انا كنقول بان هاد المعلومات مفيده، ما كانتش مفيده لك انت مفيده للناس اخرين، يلا غادي يبداو. والحمد لله دخلوا عندي بنات وقالوا لي يا اختي حكيمه انت قدوه ديالنا، ومنك منك يلا. هضرت معايا واحد البنت البارح باغيه تجي تخدم، بغات تجي تعلم تسوق رموك، وقالت لي منك يا حكيمه كانت ما عرفت كيف قالت لها هذاك المصطلح منك بحال ديك اللعبه ديال كنتشجعوا منك، منك تناخذوا الطاقه ديالنا. وماشي حيت باغا تعلم علاش قالت لي هاد الهضره، انا ديجا وعدت قبل وهي قالت هاد الكلمه. وما تنساوش ليا بنتي النعاسه، البنت ديالي النعيعيثة، كنكون غادا في الطريق كنلقى مسكينه توسخت، ويلي ويلي غيضحكوا علينا الناس وسختي توسخت، حيت انا كنت مريضه وخليتها مليوحه مسكينه. ملي كنكون غادا في الطريق بالليل وكيجيني الناس كنشوف فيها كيبقى يجيني الناس، وضاحي الصورة، وضاحي وضاحي الصورة هايا اش وضاح. شريو ليا تليفون من الاخر، شريو ليا تليفون بقى نصور لكم الفيديوهات. تفاردوا تفاردوا ديروا درهم لواحد وشريو ليا تليفون. شحال عندي 1600 واحد، كل واحد يدير درهم شحال هي 1600 درهم، 1600 درهم غادي نشري تليفون. وماشي هاد 1600 واحد كلهم كيشوفوا لي فيديو ديالي، ماشي مشكل غنشري بها تليفون نبقى نصور لكم به، نديرو خاص غير التصاور ما ندير فيه لا نمره لا حتى حاجه، كنضحك معكم. الحمد لله عندي تليفون، عندي تليفونات ماشي غير تليفون، موجود الخير الحمد لله، الله يرزقنا القناه. يلا السلام عليكم، لوحوا لكم هذا الفيديو. كنعتذر عاوتاني على تقنيه التصوير، واللي بغى يكريتيكي لي على التصوير يمشي يشري لي اباراي واعره تكون كتعلق في العنق باش نعلقها في عنقي ونخليها كتصور. نبغي ندير المارشا ريال ندور تشد لي معايا المرايه فين ما شفت انا تشوفتها هي تما تعجبوني، وتما كاينه نقول لكم برافو برافو برافو. ولكن ما تكريتيكوش عليا انا، بعدا على الاقل كنوصل شي حاجه اللي مفيده للناس. ومن بين الضروريات بالنسبه للبنات، سمعوني يا البنات نوصيكم مزيان، شوفي اختي ديري رويحه صغيره متيوله تكون عندك كاميو اوعدي واميموني، ديري معاك اختي هاد القرعه ديال الفازلين باش كتبقاي ديريها رجيلاتك وتلبسي معاها التقشرات ملي تكوني جالسه، هاد القرعه ديال الكول حتى جيت قبيله عطاوها ليا هنا في سميتو، ديري معاك اختي ليكرون على الشمس واخا ما كنديرهاش في وجهي زرق، ديري معاك اختي ديودورون انا كنفضل صابونه دوف، ديري معاك اختي شيته ديال السنان تكون عندك في الكاميو، ديري معاك اختي دونتيفريس من الاحسن كنفضل هذا ديال فوريفر زوين بزاف، ديري معاك اختي سيروم لشعرك ولكن ما ديريهش بزاف حيت غتلصق فيه الشاربون وغتلصق فيه الغبرات فارينه وغيولي شعرك مكعلل كعلاله وحده، باش ما يضركش خاطرك اختي. ها شعري ها شعري اختي ها شعري مسرح ولا ما مسرحش. ديري معاك اختي جوج عكوره، واحد يكون ناصح واحد يكون ناصح، ولكن اختي ما تعكريش وتضربي من راس الراس، غير حطي شويه شويه طاشي شويه شويه باش كيبان راكي معكره شويه هكا باش كيبان باش ما يبانش شفايفك ناشفين من الماء بالخلعه. ديري اختي واحد يكون بارد، هذا دوزيه مزيان هذا ما باينش، دوزيه مزيان هذا رمز للانوثة ولا شيء غير الانوثة. وديري معاك اختي تيمومة لا ما لقيتيش فين توضاي مسموح لك تيممي الدواء الله يعفو لنا وعليكم. وديري معاك اختي ليغون اي باش تعرفونا حنا كمكرفسين في الخدمة، ليغون مرة مرة باش تلبسيها في اليد اليسرية كتكون ضاربة فيك الشمس، حافظي لنا اختي على الانوثة ديالك، ميبقاوش يقول لك العيالات دخلوا لهاد الميدان ونساو الانوثة ديالهم، مهم مرة مرة نتفكروها وصافي. هذا مكان يا اختاه، ود صنيديقه ديما صنيديقه خاصه بالمكياج، انا كنت دايره في المرسيدس كنت دايره واحد المجوره كاين اللور زوينين في الكوشيط ما كتشربش السخونيه يعني ما كيخسرش لك المكياج ويخسر لك داكشي، وماشي شي مكياج باش كيف ما كتشوفوا تبداو تكريتيكيو عليا تقولوا المكياج المتبرجات وكذا. ها
هادو غير النظافه، هادو غير النظافه، ماشي التماكياج والزباغ. العكار غير باش كيطلق شويه ديال الغوز في الفيين باش ما يبقاش فيه. وما تنسيش اختي، ما تنسيش اهم ماتيريال، تنسيش اختي اهم ماتيريال، بانس يكون حداك، طرنوفيس كيتقلب فيه، بلو امريكان كيتقلب، ها هو ها بلا امريكان. وبلا ما نهضر لك على كراناج وعلى سيبو والسوارت الاخرين، هادوك ضروري يكونوا في الصندوقه، او تيو ديال البرد ديال الروايد. ايوا اختي هذا سميتو ساروت، هذا ساروت 14، هذا كنخاطب حتى الاولاد ماشي غير البنات. ساروت 14 علاش كنريقل بيه الفران؟ انا عندي لاكامات ديال 14، كانوا عندي ديال 19 ودوز ديال 12 كيريقلوا الراسهم. ديال 19 زوينين، ديال 14 كيدي ريقلوا بالزربه ديما، خصني فايا جوج كنريقل الفران، والفران كيتريقل على حساب الفيريدو. كتشوف واش فيريدو الكارنيتور ديالو باقي عامر ولا خاوي ولا ناقص ولا شنو كدير، يا اما دوره لارب، نص دوره، ربع دوره. انا مؤخرا فيريدو دابا راه ربع عام، راه بدا كيتكلب بحكم الطوناج والطريق وهذا والصعوبات والجبال وكذا. يعني فيريدو هادو خليهم مخزونين هنا، كيبقاو احتياط. الفون ديال الشارج باش ما يضيعش ليا يبقى هنايا. وبلا ما نهضروا على هذا المجير، يكون فيه صيف ضروري. امسيكه حبيبتي مره مره، ربما تسدلك الشهيه. وبلا ما نهضروا على هذا، يكون فيه البادج ديالك، وتكون فيه دوك السويرتات ديال اد بلو، هذا تخربيقات شي حاجه زايده هكا. هاد المجر هذا راه كتكون فيه واحد الطفايه، هذيك الطفايه انا ما عندي ما ندير بها، الطفايه خليناها للرجال الله يعفو عليهم. ودوك ماشي الرجال، راه كاينين حتى النساء راهم تيكميو، هذوك اللي تيكميو الله يعفو عليهم. حيدتها الحتى باش نستغل المجر، ولا كبير كان صغير كنت كنخشي فيها صريف كنبقى نقلب عليه. صافي هذا مكان، وهنا دايره معلقات وميسات كدا مسائل سيتو. ما تنساوش ملي تكونوا سايقين ديما نحكروا على المرايات روتروفيزور كاملين، خصوصا ديال التروطوار راها وديال القدام بالاخص. ونبينا عليه السلام راه تقابل معايا واحد الشيفور من قبيله وحاضيني، عاد شنو باغي؟ قالو غير خرج من الكاميو، راه يخرج من الكاميو يجي عندي، ورجع عندي اصلا سولني وما بيه لا سؤال لا والو، كيشوف الكاميونات اللي سابهم اصلا تما. ماشي مشكل، مرحبا بي، حنا نوريو المعلومه، غير ما يبسش يبسن خلي ضربوه. حنا راه مجينا ودخلنا لهاد الحرفه هادي تصافي، كتولي فيك تخرج العينين، وكيولي فيك كلشي الزوينه والخايبه كتولي فيك. البنات ديالنا ديما كنجمعوهم كنطرفوهم، الدواء هذا يلاه خديته. ومن طبيعة الحال ما نساوش، يا ربي تسمح ليا انا مشا كنتباها عليكم، ولا القران الكريم عوض ما تضيع راسك في الهضره، انا حاطه هنايا على ودي، ما عنديش فين غنديرو. الا درته في الصندوقه ما بغيتش نبقى نحط عليه ديما، كنبقى نهز كنبقى نهز سميتو دوك لاجوندا ونحطها فوق منه. ملي كنكون واقفه هكا ما عندي ما يدار، كنقراو شويه قران كريم باش ما نهبطوش نشدو النميمه والتبركيك في عباد الله، حيت ملي كيكون عندك ما يدار الشيطان كيولي يلعب لك في راسك، كتولي باغي تهضر في الناس وتولي ما لاقيش باش تهضر، كتبدا تجبد الناس. ايوا والله يدينا في الضو، الله يسر لكم. تحيه لكم، ما تنساوش دعموا القناه، دائما كنقولها قناه سائقه المحترفه حكيمه، دعموها عطيوها لصحابكم حبابكم. كيف كنعرفوا كل عائله، كل العائلات يعني، ما كنقولوا العائله ما كنقول قصدوش الاسره. شوفوا الطوب، شوفوا الطوب، شوفوا الطوب، فين شي حجره باش نضربها. شوفوا الحرم، شوفوا الحرم، طوها شوف تتاكل، راه مشات تتاكل، راه هنا كتجري كتاكل تيوات، شحال كتاكل تيوات ديال الكليما، كتاكل تيوات ديال البرد، كطلع الكاميو. داكشي علاش ديما بقاو تنقاو الكاميونات ديالكم من الريحه ديال رائحه الطعام كيف كنقولوا، حيت الطوباق كتشم ريحه الطعام كطلع. راه شي وحدين كان عندهم اللوفي هنا في سميتو، اللوفي انت يكون هنا كتكون متقوب بحال لوفي ديال الضاف، كتكون كطلع له ديك الجلده ديالو حتى كتدخل لهم لاكابين. عرفتي شي وحدين راه عشات عندهم في لاكابين والله العظيم، حتى كيعودوها بوجههم احمر. انا شحال هادي كنت كنفجر الله دخلت المرسى، كنت كنشوفهم بزاف هنا، بزاف بزاف مازال كنقصو، كنت كنشوفها كنخاف منها ما كنقدرش ننزل، كتبدا جايه كتصطح معاك
ولكن دابا صافي ماشي دابا كنخاف منها، ولكن ماشي ديك الدرجه بحال اللي كنت بالرعب عندي منها. دابا صافي تعايشنا ولات الطوبه صاحبتنا، كنشوفها كنقولها السلام عليكم حيدي من هنا دوري. شحال هادي كنت نشوفها بدون مغوت من الكاميون. ايوا ختامها طوبة. السلام عليكم.